بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهارده بنتكلم مع بعضينا على موضوع يهم الناس اللي شغالين كولوريكتال وبوست جراديويت توبيك. بنتكلم على what we call the marginal artery of the rheumatoid. Marginal artery of the rheumatoid. عشان نتخيل الموضوع نبتدي من أوله. الابدومينال أورتا بدي 3 major branches to gut celiac supermesenteric inferomesenteric. فالارتر ده هو السوبرمزنتريك ارتري، بدي عند اللور بوردر بتاع L1، وان شورت بيبقى descend downward to the right، موجود في root of mesentery، ده المزنتري of small intestine. الارتري هو نزل بدي 5 branches. اول ارتري اسمه inferior pancreatic duodenal artery، ده نمبر 1. اثنين بيدي جيجينال واليال برانشز. نمبر 3 بيدي ارتري اسمه اليو كوليك. اليو كوليك والاليو كوليك بيدي 5 برانشز اللي يهمنا فيهم ارتري اسمه كوليك برانش. نمبر 4 بيدي ارتري اسمه رايت كوليك، وده بيبقى بينقسم انتو 2 برانشز اسمهم اسندنج وديسندنج برانشز. وفاينالي بيدي اخر ارتري بسميه ميدل كوليك، وده بينقسم انتو رايت وليفت برانشز. يبقى في النهايه السوبيريور ميزنتريك ارتري ادى 5 برانشز. اللي هيهمنا هنا في القصه بتاعتنا في المارجنال ارتري اوف دراموند ان بيدي اليو كوليك وبيدي رايت كوليك وبيدي ميدل كوليك. تاني ارتري بيدي الابدومينال اورتا اللي يهمنا في موضوعنا اللي هو الانفير ميزنتريك ارتري. قدم الاورتا بدي سيريك سوبر ميزنتريك انفير ميزنتريك. انفير ميزنتريك ارتري بيطلع عند الليفر بتاع L3 وديسيندنج داون وورد تو ذا ليفت، وبينتهي انه بيغير اسمه بيسمي نفسه سوبر ريكتال ارتري. الانفير ميزنتريك بيدي ارتري اسمه ليفت كوليك، وده بينقسم انتو اسندنج وديسيندنج برانشز. بيدي فروم 2 تو 3 سيجمويدال ارتريز، والكونتريبيوشن بتاعه اسمه سوبر ريكتال. يبقى دي اول باك جراوند احنا عايزين نعرفها. احنا بنتكلم على الارتري اللي اسمه مارجنال ارتري اوف درموند. المارجنال ارتري اوف درموند ده ان شورت سبلايز اللارج انتستين. ايه سبلايز اللي هو اللارج انتستين؟ تعالوا نبص كده مع بعضين. انا كان عندي ارتري اسمه اليو كوليك، عندي ارتري اسمه رايت كوليك، عندي ارتر اسمه ميدل كوليك، ودول كلهم كانوا طالعين من السوبيريور ميزنتريك ارتر، وعندي ارتر اسمه ليفت كوليك، وعندي سيجمويدل، ودول طالعين من الانفيريور ميزنتريك ارتر. الارترز دول بيعملوا انستموزس مع بعضها، والانستموزس بيبقى موجود على الانر بوردر بتاع اللارج انتستين. شايفين الانستموز ده؟ يبقى ده انستموزس بتوين الاليو كوليك، الرايت كوليك، الميدل كوليك، ودول كلها برانشز اوف سوبيريور ميزنتريك ارتري. اثنين الليفت كوليك والسيجمويدال، ودي برانشز من الانفير ميزنتريك ارتري. بيعملوا مع بعضهم انستموزس along the inner border of large intestine، بيبعد about from 3 up to 4 سنتيمتر. الانستموزس ده اسمه marginal artery of the rheumatoid. marginal artery of the rheumatoid يبقى بادي من ال LUCal junction لغاية ال recto sigmoidal junction. يبقى ال marginal artery of the rheumatoid طالع من ال LUCal junction واصل لغاية ال recto sigmoidal junction. الأنستموزس المختلفة دي اللي عملت marginal artery of the rheumatoid طلعت منها straight artery اسمها vasa recta، والفازا recta دي لها supply الحتة بتاعت ال large intestine. يبقى ده اسمه المارجنال ارتري اوف درموند. المارجنال ارتري اوف درموند ده مهم ليه؟ لانه لو انا عندي فور اكزامبل بلوكج لوان اوف ميزنتريك فيسلز، ده بيعمل نوع من انواع الكولاترال سيركليشن الالترناتيف سبلاي اوف ذا كولون. يعني الكولون دلوقتي بيعتمد مينلي على سوبيريور وانفيريور ميزنتريك ارتري. طب لو في عندي بلوكج اوف وان اوف ميزنتريك ارتري، السوبر ميزنتريك ارتري او الانفير ميزنتريك ارتري، يبقى عندنا هنا يبقى ده نوع من انواع اللي هو الكولاترال سبلاي تو ذا كولون. و ان شورت واحنا بنعمل الكولوريكتال سيرجري والاورتيك سيرجري،
كون ان انا اعمل بريزيرفنج للبلاد سبلاي بتاع السندين كولون والريكتم في حاله الانفيرمزنتريك ارتري اوكلوجن بيعتمد على المارجنال ارتري اوبتراكشن. يعني انا لو انا عندي فور اكزامبل الانفيرمزنتريك ارتري حصل له اوكلوجن وانا شغال في الكولوريكتر سيرجري، الفيابيليتي اوف ذا سندين كولون والسيجمويد كولون بتعتمد على المارجنال ارتري اوف دروما. يبقى المارجن ارتر اوف درمود ده مهم جدا، كولاترال سيركيليشن لو في حصل بلوكج اوف وان من ميزنتريك ارتري ادي واحد. لو انا عندي شغال كولوريكتور سيرجري او اورتيك سيرجري وعندي انفيرو ميزنتريك ارتري اوكلوجن، نجاح العمليه يعتمد على اللي هو المارجنال ارتري اوف درمود. لازم احنا بندرس الموضوع ده بتاع المارجن ارتري اوف درمود او اللي احنا بنشوف عليه ده، نعرف الووتر شيد ارياز اللي موجوده في الكون. يعني ايه الووتر شيد اريا؟ الاريا اللي ات هايست ريسك اوف ديفلوبمنت اوف اسكيميك كولايتس. هذا لسه هشرح يعني ايه اسكيميك كولايتس. يبقى في اريا في الكولون، الاريا دي ات هايست ريسك اوف ديفلوبمنت اوف اسكيميك كولايتس. اسكيميا موجوده بتؤدي الكولايتس، بيسموها اسكيميك كولايتس. فالمناطق دي بطلق عليها كلمة ووتر شيد اريا. طيب الووتر شيد اريا دي موجودة فين؟ عندنا 3 ريجونز. أول منطقة موجودة عندي منطقة الاليوسيكال ريجون اللي هي المنطقة دي. يبقى دي أول منطقة موجودة عندي اسمها اليوسيكال ريجون. المنطقة الثانية عند السبلينيك فليكشر بيسموها جريفيث بوينت. جريفيث بوينت. المنطقة الثالثة والأخيرة موجودة عند الريكتو إينال جانكشن بيسموها سيوديك بوينت. سيوديكس بوينت. سيوديكس بوينت. يبقى عندنا هنا 3 ريجونز أور 3 أريز. يبقى عندي الإليوسيكال ريجون، يبقى ده نمبر 1، وده فيه احتمال إن يحصل فيها اسكيميك كولايتس في 50% أوف ذا بيبل. نمبر 2 عندي الأريا بتاعت السبلينيك فريكشر اللي بيسموها الجريفيث بوينت، وعندي susceptibility ان يحصل فيها ischemic colitis في 5% of the people. The last point, eusiotic points, eusiotic points دي ودي بيبقى في عندي susceptibility ان يحصل فيها ischemic colitis في about 8% of the people. يبقى دي عندي ال watershed area. طب واحد يقول لي يعني ايه watershed area؟ يعني area في الكولوم between two major supply. انا عندي هنا كويس area كويس فور اكزامبل بياخدوا تو ميجور سبلاي، عندي كولوم بياخد بلاد سبلاي، كولوم بياخد بلاد سبلاي. الاريا اللي موجوده بين التو ميجور سبلاي دي نقطه ضعف، عامل زي مثلا عندك جيشين كويس، الجيش التالت والجيش التاني. اضعف نقطه موجوده اللي هو نقطه الاتصال الموجوده ما بينهم الاثنين، يبقى دي بيسموها ووتر شيد اريا. اول حته موجوده عندي في الووتر شيد اريا عند الاليو سيكا جنكشن. المنطقة دي موجودة بين اللي هو اللي هو الاليوكوليك ورايت كوليك ارت، فلاقي 50% of the people not developed في الحتة دي marginal ارت. الحتة دي لكن شوفوا بقية المارجنال ارت موجودة، فدي منطقة اللي هو الاليوسيكال ريجون. دي منطقة ضعيفة موجودة بين الاليوكوليك ورايت كوليك ارت. المنطقة الثانية اللي هو السبلينيك فليكشرز اللي سموها جريفيث بوينت، دي منطقة موجودة between the supply of superior mesenteric artery وال inferior mesenteric artery. في superior mesenteric artery ده كان اسمه middle colic. في ال inferior mesenteric artery ده اسمه left colic. فدي موجودة بين ال supply between the middle colic وال left colic. بيسموها Griffith point. اسمها Griffith point. المنطقة الثالثة والأخرانية هي المنطقه الموجوده بين الانفيرير ميزنتريك ارتري والسوبيرير ريكتال ارتري. السوبيرير ريكتال ارتري هو الكونتروفيرشن، يبقى بين الانفيرير ميزنتريك ارتري اقصد بيها سيجمويدال برانشز والسوبيرير ريكتال ارتري. يبقى انا عندي هنا دي اللي بيسموها ايسيودكس بوينت. يبقى انا عندي 3 ووتر شيد ارياز. الووتر شيد ارياز دي سبوز انها تاخد دبل بلاد سبلاي، يعني جايه لها 2 ارتريز، بس هو في الحقيقه هي منطقه ضعيفه جدا، يعني هي موجوده بين 2 ميجور ارتريز وممكن ما يعملوش مارجنال ارتر في الحته دي او في الحته دي زي ما انتم شايفين او في الحته دي، وتبقى ووتر شيد اريا، يبقى عندها لايبيلتي فالنربل ان يحصل فيها اسكيميك كولايتس.
هنا دي صورة بتوريني الحتة الـ inconsistent of right marginal artery اللي هي المنطقة دي عند الـ LUC conjunction، ودي بتبقى موجودة تقريبا في 50% of the people. في بعض الدراسات وصلت يمكن لأكتر كمان 65% of the people. المنطقة التانية اللي موجودة عندي عند الـ Griffith point عند الـ splenic flexure بيبقى عندي هنا absence of marginal artery of Drummond، ودي بتبقى تقريبا موجودة في from 5 up to 7% of the people. وعندي المنطقة الثالثة اللي هي موجودة دي موجودة في الريكتو سيجمويدال جانكشن، جانكشن بين سيجمويد كولون والريكتا بتوين اللي هو الانفيرمي جنتريك ارتري، اقصد بيها السيجمويدال والسوبير ريكتال. يبقى دي عندي هنا دي تقريبا from 50 up to 65% right marginal artery يبقى absent الاليوسيكال جوينت. اثنين عند السبلينيك فليكشر سموها جريفيث بوينت. المنطقة الثالثة والأخرانية عند ريكتو سيجمويدال جانكشن سموها ايسيوديكس بوينت. في المناطق الثلاثة دول ممكن يحصل اسكيميك كولايتس. ايه اسكيميك كولايتس؟ كولايتس معناها انفلاميشن اوف ذا كولون، واسكيميك كولايتس معناها انفلاميشن سكندري تو بروبلم في السيركيليتوري سيستم. يبقى هي في بروبلم موجوده في السيركيوليتوري سيستم، البروبلم موجوده في السيركيوليتوري سيستم بتعمل ديكريس اوف ذا اوكسجين وبيحصل انفلاماتوري ريسبونس وتحصل كولايتس. لو احنا ما عملناش اللي هو البوينت دي تقلب اسكيميك كولايتس وممكن يحصل بعد كده كويس جانجرين اند سو. الووتر شيد ارياز دي اكونت فور 70% اوف اسكيميك كولايتس. يبقى 70% اوف اسكيميك كولايتس ممكن تحصل في الووتر شيد بوينتس دي، حته بيحصل فيها اسكيميا عشان الحته دي حته ضعيفه في البلاد سبلاي بين تو ميجور ارتريز موجودين، ف ويبقى في المنطقه دي بيبقى في ديفيشنت في المارجنال ارتري اوف ديرماند. لو عندنا خدنا سؤال ام سي كيو بيقول لك a 75 year old man developed ischemia in the splenic flexure. الحته بتاعت اللي هو الجريفيث بوينت دي، which of the following arteries is most likely blocked؟ يبقى الارتر اللي هيبقى بلوكت هيبقى الميدل كوليك ارتري. الميدل كوليك ارتري لو كان عامل انسبوس كويس يعمل كومبنسيشن، ودي اللي هو الليفت كوليك. يبقى يعني دي عندي هنا مشكله موجوده في المارجن ارتري اوف ثيرموند، في عندي إيه كويس عند اللي هي الحته بتاع السبلين كليكشن. مش عايزين نسيب المنطقه دي قبل ما نعرف حاجه اسمها ارك اوف ريولان. ليه كذا اسم؟ سنترال انستوماستيك من ميسنتريك ارتري او ميندرينج ميسنتريك ارتري، يبقى اسمه ارك اوف ريولان. ارك اوف ريولان او اسمه سنترال انستوماتيك ميسنتريك ارتري او ميندرينج ميسنتريك. ايه الارتري ده؟ اولا هو ان كونستنت ارتري زي ما انتم شايفين في الصوره، ادي عندي الارتري ده اللي اسمه سوبر ميسنتريك ارتري، وادي البرانش اللي طالع منه اللي اسمه ميدل كوليك ارتري، وادي الارت اللي اسمه الانفيرم زنتريك ارت، وادي البرنش اللي طالع منه اسمه ليفت كوليك ارت، وبيعملوا انستوموز مع بعضيهم بيعملوا مارجنال ارتري، بس مور بروكسيمالي ممكن يعملوا انستوموز مع بعضيهم يعملوا انكونستنت ارك. الانكونستنت ارك ده بيطلقوا على كلمه ارك اوف ريولان، شايفينه؟ يبقى انا عندي هنا الميدل كوليك ارتري عمل كونكشن مع الليفت كوليك ارتري باي تو ويز، يبقى مارجن ارتري اوف ديرماند واحد وارك اوف ريولان وارك اوف ريولان. يبقى عندنا ده اولا الارك اوف ريولان ده او ريولان ده انكونستنت ارتري مش دايما موجود. الكومن اللي انا بقول لكم ان هو معمول بالميدل كوليك مع الليفت كوليك، لكن ممكن السوبيريور ميزنتريك يعمل كونكشن مع الانفيرور ميزنتريك. يبقى هو لينك بين البروكسيمال بارت بتاع السوبر ميزنتريك والانفيرو ميزنتريك، او عن طريق واحد من البرانشات الكبيره زي اللي هو الميدل كوليك which is common يعني مع اللي هو الليفت كوليك. يبقى هنا بيعملوا الارك اللي بطلق عليه كلمه ارك اوف ريولا. علشان ما تنسوش الموضوع ده، الدرامونت ارتي المارجن ارتر اوف درامونت بيبقى موجود ديستال، يبقى ديستال بعيد. اما الارك اوف ريولان واللي فيها ار يبقى موجود بروكسيمال، يبقى اللي موجود بروكسيمال هو الارك اوف ريولان، اما اللي موجود ديستال يبقى المارجن ارتري اوف ديرماند. يبقى انا عندي
عندي على تو ارك اهو موجودين. الارك اللي موجودين عندي بروكسيمال يبقى ارك اوف ريولان، اما الارك اللي موجود ديستال هو يبقى المارجنال ارتري اوف دورمانت. سواء الارك اوف ريولان او المارجنال ارتري اوف دورمانت ده نوع من انواع الكولاترال سيركيليشن، نوع من انواع الانستموزس between السوبر ميزنتريك ارتري والانفير ميزنتريك ارتري. يبقى ده نوع من انواع الكوميونيكيشن بين السوبر ميزنتريك ارتري والانفير ميزنتريك ارتري. ده بتدي بلاد سبلاي للحته بتاعت الليفت كولون فليكشر، السني كولون، السيجمويد كولون، الريكتم. يبقى الارك اوف ريولان والمارجنال ارتري اوف درموند دول بيدوا بلاد سبلاي للسبلاينيك فليكشر، السني كولون، السيجمويد كولون، الريكتم، اند سو اون. اي هوب ان احنا نكون المعلومه السريعه دي في الاناتومي تفيدنا، معلومه مهمه جدا المارجنال ارتري اوف درومونت. اي هوب ان انتوا تفهموا كويس. الى اللقاء في لقاء اخر.